اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في النشره اليوميه الخاصه بكوفيد 19 الخاصه بجهه فاس مكناس. وسجل بجهه فاس مكناس في 24 ساعه الماضيه مشاهدينا كما جاء في عنوان هذه النشره 11 حاله اصابه بكورونا وصفر حاله وفاه في 24 ساعه الاخيره. هذه هي الحصيله الوبائيه لجهه فاس مكناس وجاء توزيعها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كالآتي. بالنسبة لمدينة فاس 6 حالات إصابة مؤكدة وتازة تليها تازة بحالتين إصابة مؤكدة بكورونا، ثم الحاجب بحالتين إصابة وصفر بحالة إصابة واحدة ودون تسجيل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. ليستمر الحمد لله ولله الحمد هذه الأيام تقريبا هذا الأسبوع تقريبا لحدود الساعة صفر حالة وفاة، لم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة. ونتمنى أن يستمر هذا الوضع على هذا الحال وكذلك انخفاض تام للحالات الوبائية المسجلة هنا بمكناس وبمكناس وبكل بعموم جهة فاس مكناس واللي كتكون من عدد من المدن مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. دائما وكما جاء في النشرة الوبائية المقدمة من وزارة الصحة وبالضبط من مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض الخاصة ب 15/10/2021، فعلى المستوى الوطني تم تسجيل 437 حالة إصابة مؤكدة بكل ربوع المملكة، وكذلك تسجيل 13 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما وصل عدد المتعافين إلى 572 متعافي ومتعافية في 24 ساعة الأخيرة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وبهذا يصل عدد الحالات النشطة إلى 5865. تم إنجاز 13154 تحليل في 24 ساعة الأخيرة. على المستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد السارس كوفيد 2 فدائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في لا زالت الحملة تحقق نتائج الحمد لله إيجابية والنتائج المرجوة منها، ليصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 23,218,100 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 20,869,902 ديال المستفيدات والمستفيدين. الجرعة الثالثة كذلك مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في يصل عدد مستفيدين والمستفيدات منها إلى 625,080 مستفيد ومستفيدة. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كانت هذه الحالة الوبائية الخاصة بجهة فاس مكناس واللي كما قلنا عرفت تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة. نرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، وضع الكمامة والتباعد والتعقيم، واللي باقي ما خداش التلقيح ديالو يتوجه لأقرب مركز ياخذ الجرعات الخاصة من أجل ربح الرهان وربح هذه الحرب الشرسة اللي كناخذها مع هذا الوباء الفتاك الذي لا زال لا زال ياخذ منا أرواح العزيز والغالي على من أبناء هذا الوطن. فكنتمنى أن الجميع ياخذ الحيطة والحذر ديالو في انتظار إن شاء الله حق المناعة جماعية ونخرجوا ببلادنا بسلم وأمان من هذا الوباء. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كانت هذه النشرة الوبائية الخاصة بالنشرة اليومية الخاصة بجهة فاس مكناس واللي تسجلت بها 11 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة في هذه الساعات الماضية. وكذلك وبهذا تسجل مدينة مكناس اليوم بدون كورونا صفر حالة وفاة وصفر حالة إصابة. نتمنى أن الوضع يبقى على ما هو عليه وتزاد تنخفض هذه الحالات الوبائية باش نوصلوا إن شاء الله في أقرب الأيام إلى مناعة جماعية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، كان معكم مراسل قناة شوف تي في من هنا من مكناس، إلى اللقاء.